هلك الحين اول ما درست تسوي لي خبزه يمه، خبزه قمريه ايه وخبيزه صغيره يمكن استانس عليها لان صغيره لك، وبجنبي واحد فلسطيني. الفلسطيني هذا معه سندويشه به جبن وعسل ولما ريحتها اول مره شم الجبن والعسل انا بحياتي. وانا راعي له وين فسحته يقول قال هذه فسحته يطلع هي ما رد سندويش يتبدل هلا يتبدلوقها بذوقها وانا هلش نص اسطبوليه يروح نص يم جم باكر لما خابر مفعل انا الوجه حقته وانا اسقط الجمريه في محله وارشيله يم جهلوا وفتشوا الامراء يحسبونه قنبله هم يجيبون الشرطه من جهه وش هذا؟ قال هذه فسحة البدوي. فسحة البدوي ما يعرف اسمي. فسحة البدوي. قال يومين ياكله هو. فسحة. هذا اليوم الثالث اللي حاط الفسحة. قالوا نبي نصرف له فسحة. مشان ما ياكل فسحته. وانطح من الطابور اطرح. يجي الفلسطيني متاخر. وين فسحتي؟ وين فسحتي؟ وشهري. وانا يصرف يتم لا تسوي اللي خبزة نصها عيدان ورماد والله العظيم هذا ياكلون من الخنزير قلت يا بنت خلاص انا الربع هذول تكفلوا وشهرين وانا بالصف الاول لك الحين ما امقد الا جبن وعسل نفسها تجوعنا انا الله